رجعنا لكم تاني، وزي كل يوم جمعة فقرتنا بتكون عن الأسنان وجمال الأسنان. النهاردة الفقرة دي مهمة جدا للأمهات، لأن النهاردة احنا هنتكلم على أسنان الأطفال. وأنا عايزة أقول لكم حاجة أمهات، لو فعلا اعتنيتوا وتابعتوا أسنان الأطفال من هم بيبي، صدقوني هيطلع أسنان جميلة وصحية وابتسامة جميلة. ضيفتي النهاردة هي دكتورة مريم جمال، أخصائي أسنان الأطفال في عيادات الدكتور باسم سمير. مساء الخير ومنوراني يا دكتور. دكتور، النهاردة موضوع قوي جدا، لأن أسنان الأطفال، وأنا حاسة فعلا لو أي أم اعتنت وتابعت فعلا هتطلع لنا جيل بابتسامة جميلة. أكيد. طيب قولي لي حاجة، إمتى لو نبدأ بداية خالص، إمتى بتظهر أول سنة عند الطفل؟ طيب إحنا عندنا أول سنة بتظهر في الفم، هما السنتين اللي في النص تحت دول أول سنة، سنين بتظهر بيظهروا عند سن 6 شهور. ست شهور. طب دكتور، هل بتفرق لو الرضاعة طبيعية أو الرضاعة، في أمهات ما بتقدرش ترضع، ما بيبقاش عندها لبن وكده، هل بيفرق في ان الاسنان تظهر او قوه الاسنان او اي حاجه؟ بصي هقول لك على حاجه، اكيد اي حاجه ناتشرال احسن. في ريسنت ريسيرشز قالت ان اساسا اللبن الطبيعي بيحمي ضد التسوس. اللبن الطبيعي بيحمي. اوكي. بالذات ان هو فيه كمان انتي باكتيريالز، وفي انزيمز، وفي في كمان البي اتش بتاعه اللي هو الدرجه الحمضيه بتاعته مش بتاذي الاسنان زي اللبن العادي. طب قولي لي يا دكتور، امتى الام تبدا تنظف الاسنان، ولا هل المفروض ننظف اللثه كمان للبيبيز؟ هو ده اكيد. وبطريقه سهله جدا، يعني هي جاست بتجيب شاشه على صباعها بتلفها وبتبس خليها وات مبلوله، وهي يعني كل الاسطح السنه هي بتمشي عليها بتنظفها بس كده. ده هم ما عندهمش سنان خالص، وهم ما عندهمش، ولما يطلع لهم، لان في البدايه الطفل بيكون صغير يعني ما يقدرش ان هو اللي يغسل سنانه بنفسه. اوكي. والام برده مش عارف تملك ان هي بفرشه هي اللي تنظف له وهو صغير قوي. امتى بقى هنبدا يعني الكلام ده؟ هقوله لك ان احنا امتى هنبتدي ننظف، نخلي الطفل هو اللي يعتمد على نفسه ان هو اللي ينظف بنفسه. لكن وهم بيبيز وهم بيرضعوا لازم يوميا، ولا بعد كل رضاعه نعمل الموضوع ده؟ يعني هم بيبيز رضعوا، اوكي، تمام، لازم اشطف له الفم انضفها له، ولا بالليل الصبح بصي يستحسن على قد ما نقدر ما نسيبش اي حاجه على اسطح السنين. أوكي. يستحسن، لانه طبيعي ان ولا لسه، لان انا قصدي هم بيرضعوا لسه ولا خالص، ولا لسه. اوكي. برضو بشاشه يعني وخلاص. بالظبط. طيب امتى الطفل يبدا يعني يبدا بقى يروح لدكتور سنان كده حتى هو بيبي؟ أوكي. ونبدا نعمل شيك اب وكده. هقول لك، يعني ممكن مع ظهور اول اسنان في الفم دي حاجه هتبقى لطيفه، ممكن عند سن سنه هتبقى برضو حاجه، ان احنا جاست بنشوف هل عمليه طلوع السنين ماشيه تمام، ولا في حاجه متاخره الدكتور محتاج يتدخل، نطمن ان الاسنان متكونه في الفك حتى لو باشعه، بنطمن على كل حاجه. يعني من سن سنه لازم نبدا ناخد الولاده، بنبتدي يعني. وهل بيبان حاجات؟ يعني هل في حاجات بتبان من السن ده؟ اكيد طبعا، اكيد بيبان، يعني على الاقل ممكن طفل يفضل لحد سن سنه ما طلعلوش غير سنتين او 4 سنين. اوكي. فممكن الام تقول طب هو كده متاخر، طب احنا عايزين نشوف السنان دي اتكونت اصلا في الفك ولا لا. لان كل حاجه بتفرق معانا، بتفرق ان احنا هنتدخل امتى. اوكي. وايه الاسبابها لو اتاخروا، او بيبقى ايه اسبابها؟ بصي احنا معانا نورمال رينج، ان احنا يعني في مثلا يعني 6 شهور، معانا مثلا شهر زياده شهر اقل، عند مثلا تبديل السنان سي ضرس هيطلع عند سن 6 سنين، برده معانا سنه اتس نورمال. يعني فتره التسنين قد ايه تقريبا؟ فتره التسنين احنا معانا من سن 6 شهور لسنتين بيكون السنين اللبنيه 20 سنه لبنيه بيكونوا طلعوا، تمام؟ كلهم تمام بيكونوا طلعوا. بنقعد من سن سنتين لحد 6 سنين مفيش اي تغيرات بتحصل، جاست اسنان لبنيه بس هي اللي موجوده. من اول سن 6 سنين ل 12 سنه دي بقى فتره التبديل، ان اسنان دايما تبتدي تطلع. طب قولي لي حاجه، هل وقت الرضاعه في حاجات مثلا غلط الام ممكن تعملها فتاثر على شكل الاسنان، ظهورهم بطريقه معوجه او كده؟ احنا عندنا مشكله خطيره بجد، في امهات بتستسهل قوي عشان تسكت الاطفال ان هم يسيبوهم يناموا بالبطل بتاعه اللبن بالبيبرونا يعني. اوكي. تمام. دي مشكلة عندنا، يعني فيها مشكلتين. اولا ان اللبن ده السنين بتفضل منقوعة فيه طول الليل وهو نايم، دي حاجة بتدوب السنين. دي اول حاجة. تاني حاجة ان ده بيأفكت، يعني بيبقى ليه افكت على العظم اللي بيتكون قدام، بيعمل حاجة اسمها open bite، العضة المفتوحة، لان طول ما البيبرونا موجودة العظم عايز ينمو، ف
فمش عارف أوكي. فيقوم متكون حواليها يعمل شكلها في بق الطفل، فكده عظم وسنان الاثنين. طب والتيتينة دي غلط بقى كمان؟ لا مش غلط، ولكن مش متتسابش طول الوقت، يعني هي ليها وقتها وليها وقت تتشال فيه، ما ينفعش ان هو ينام بيها، ما ينفعش ان يبقى اللبن هو نايم بيها. لا ما انا عارفه ده اللبن، بس في ما انا بستغرب لو ام بتنايم طفلها باللبن ده في بقه، ده غريب جدا. لا بجد بس في التيتينه في عيال بتعيط فبنحطين التيتينه، يعني ان هو يسكت بيها شويه لكن برده ما تبقاش حاجه طول الوقت هي محطوطه. ده غلط، زي أوكي. الطفل برده اللي متعود ان هو يمص على صباعه، ده برده بيمنع العظم ان هو يتكون بشكل سليم، يتكون حوالين الصباع، يبقى شكل الصباع موجود. طب والاطفال اللي فعلا بتمص على صباعها دي نعمل ايه؟ لينا بقى حلول معاهم، يعني ساعات مثلا بنقول للام اعصري ليمونه مثلا على صباعي، يقوم لا ينفر منه، ليها حلول يعني. المغرب يقول بيغسلوا ايديهم. لا عايزه اقول لك حاجه، انا كان ابني عنده المشكله دي، عملت كل بص حطيت له في شطه ولا عادي بياكلها عادي، هو بطل بس عادي جدا بالشطه بكل حاجه، بيتعودوا على طعمها يعني فاهم، بيتعودوا على طعمها. طيب اعلم، طيب احنا وصلنا دلوقتي اعلم اوقف ابني او بنتي في الحمام يغسل سنانه امتى؟ اوكي، معانا من سن 18 شهر بيكون الطفل شويه كبر، يعني سنة ونص نقدر ان احنا نجيب له فرشه صغنونه بتبقى سوفت، وبنحط له عليها معجون يكون له فلورايد، ده مهم قوي. بنحط له قد حبايه البسله كده معجون علشان خاطر يبتدي هو يغسل بيها. تمام. طب قولي لي حاجه، احنا الصور على فكره احنا ممكن نبدا ننزلها يعني. طب قولي لي حاجه، انت قلتي لو فلورايد ليه؟ yes. ليه؟ علشان ما ينفعش ان انا اخلي نسبه الفلورايد، يعني ممكن الطفل ده غصب عنه يبلع المعجون، مع ان هو المفروض ان هو يعني يرجع المعجون ما يبلعوش. okay, ودي حاجه انا لازم اقول له عليها، بس غصب عنك ما تقدريش تتحكمي في طفل انه ما يعني ممكن يبلع. فيبلع دي الفلورايد لما يتراكم يعمل توكسيستي، يعمل تسمم. اوكي okay. الصوره دي ايه يا دكتور؟ دي صوره فيها كل الاسنان اللبنيه موجوده، والاسنان الدايمه اتكونت جوه الفك. اوكي ده في سن تقريبا كام؟ سنتين؟ لا اكتر. اكتر. دي الفتره اللي هو لسه فيها من سنتين لاربعه، لسه ما طلعش اي سنه دايمه. اوكي تمام. طيب قولي لي حاجه يا دكتور، دلوقتي الفرش الاسنان اوكي المفروض تتبدل قد ايه؟ لان الولاد بياكلوا يعني غصب عنهم سام تايمز بياكلوها، فالطبيعي قد ايه؟ ولو الفرشه باظت هل خطر عليهم ونرميها ولا؟ اول حاجه انه احنا عندنا حالتين بنرمي فيها الفرشه، لو الفرشه ابتدت يعني البراشز البريستلز بتاعتها تبقى خلاص يعني مش الشكل الطبيعي بتاعها، او مثلا حاجه فور مينتنس ان احنا كل 3 شهور خلص. كل ثلاث شهور هي مش حاجه لازم يعني، بس ان الفرشه دي بيفضل عليها برضو بكتيريا، فتراكم البكتيريا على بعض الدنيا مش بتبقى مش بتبقى لطيفه. ودايما ان احنا نجيب الصفت. الصفت يس. الصفت. طب انا عندي تعليق بس على الصوره. اتفضلي. هي المفروض دي الحركه الدائريه اللي احنا بنعلم بيها الطفل ان هو يغسل بيها. اوكي. طب توريها لنا كده يا دكتور، لان احنا بنغسل اسنان مش بطريقه سليمه. هي دي طريقه للاطفال. يعني الاطفال ازاي توريها كده؟ يعني جاست لو رفعين دي الفرشه احنا بنقف كده نخليه قافل وكده، او يفتح. أوكي. ونعمل من هنا ومن هنا كله بقى، كله اسطح السنه ومن جوه كمان، يعني مش بس نغسل المرايه اللي بره، ومن جوه هو بطريقه دائريه. بطريقه دائريه. طب دكتور قولي لي حاجه، مرحله التبديل بقى بتبدا تقريبا من سن كام؟ من سن 6 سنين. من سن 6 سنين معانا لحد 12. لحد 12، لكن امتى اقول ان الطفل اتاخر؟ نقول ان الطفل، ما انا قلت لك ان احنا معانا، احنا كل سنه حتى دايما ليها ميعاد بتطلع فيه. الميعاد ده معاكي سنه قبل وسنه بعد نورمال رينج. لكن اكتر من كده بتبتدي نحس لا ان الدنيا مش تمام، محتاجين نعمل اكس راي نشوف هل السنه دي اتكونت اصلا ولا ما اتكونتش، نشوف هل هي اتحبست فوق محتاجه ان احنا نجيبها بتقويم او جراحه ليها بقى. يعني يا ستيبس فيرذر، بس يعني بيبقى لها حل. طب في ناس ممكن ما تبقاش اتكونت اصلا؟ ممكن. طب دي بتكون سببها ايه وبتحلوها ازاي؟ لا سببها دي حاجه كونجنتال، يعني أوكي. ما تقدريش تقولي ان في حاجه معينه حصلت هي اللي خلتها ميسنج. اوكي. ولكن ليها حلول بقى، ان احنا بنعوض ده بتركيبه لما يكبر. يعني ليها حلول، وغالبا بتبقى دي السنه الدايمه اللي ما اتكونتش. طيب
ندخل بقى خلاص عدينا مرحلة البيبيز اللي ابتدوا يكبروا شوية، ابتدوا ياكلوا سويتس وابتدوا ما يغسلوش سنانهم وابتدت الحاجات اللي بيعمل التسويس. في أمهات كتيرة جدا تقول مش مهم خليه يسوس، ما هي كده ولا كده هتقع، فايه كتير اكيد انت متجاهله. أيوة. فده سنان متسوسه خرابي. دي حاله، دي حاله صعبه قوي. دي الحاله بقى اللي كنت بقول لك عليها، اللي هو بينام والبترونا معاه وفيها لبن بيدوب كل السنان. طيب قولي لي بقى نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اول حاجه لازم اي ام تبقى فاهمه ان مش فكره ان الضرس هيقع وهيبدل فخلاص ليه اصرف عليه، ليه اضطر اعالجه، ما بلاش تعب وبلاش حقنه بنج وبلاش الكلام ده. لانه اولا التسوس ده لما هيوصل عصب الطفل هيبتدي يبقى متالم ولا عارف ينام ولا عارف يلعب ولا عارف يعيش حياته طبيعي. دي اول حاجه. ثاني حاجه، حتى لو هو مش حاسس، البكتيريا دي لما هيفضل التسوس يوصل عصب ممكن تنزل تحت بتعمل خراب. الخراج ده يأذي لي برعم السنه الدايمه اللي بتتكون تحتيها. اوكي. وهو ده اللي يهمني، انا يهمني السنه الدايمه، فهي كده خسرت الاثنين. فلا، مفيش حاجه اسمها انها هتبدل يعني فخلاص. يعني السنه تسوس، لا لازم اروح للدكتور واهتم بيها اكنها السنه الدايمه. بالظبط. وتاخد وقتها في انها تقع. بالظبط. طيب قولي لي حاجه، في اطفال بعد ساعات مره واحده كده، اولا هسالك سؤال قبل ده، هل التسويس الاسنان بس بتكون عدم عنايه ان سويتس وما بنغسلش الاسنان، ولا برضو في ناس عندهم تندنسي اكتر من ناس؟ للاسف هو يعني في ناس عندها الريت بيبقى عالي قوي، معدل التسوس عالي. ولكن برضو ده مش بنشوفه قوي في الاطفال، يعني ممكن الكبار اكتر. لكن الاطفال لا، معظمهم بيبقى عدم اعتناء بيه. وطبعا طيب في اطفال برضو يا دكتور سنانهم كلها مره واحده بتحس انها سوست، هل فعلا لازم اخد المجهود؟ وحرام برضو اطفال رايحين جايين وحقن بنج لو هيحتاجوا كده، فلو الوضع حصل كده نعمل ايه؟ بصي، احنا عندنا حاجه اسمها جي اي، بنج كلي. طبعا اي ام بتتخض من كلمه عمليات وكده، بس هو الموضوع سيف جدا مفيهوش اي حاجه. بنج كلي. بنج كلي. اوكي. احنا بندخل الطفل جاست، هي مره بيطلع كل اسنانه معموله، حتى الطرابيش حتى اي حاجه هتركب تكون اتعملت في اوضه العمليات في جلسه واحده. يعني احنا عندنا في عيادات دكتور باسم سمير بيقعدوا الاطفال متبنجين وجوه قد ايه؟ مش كتير صدقيني، حتى لو اخدنا ساعتين ثلاثة اربعة يعني استل، مش زي ما تجيبي الطفل كل مرة تديله حقنة بنج قدام سنة عشان تعالجيها له. اوكي. بس يعني احنا عندنا دكتور باسم عامل اوضة عمليات جي اي في فرع التجمع، دي فيها دكتور تخدير متخصص بيقيس طبعا كل حاجة على حسب وزن الطفل وسنه وكل حاجة، فهي امنة جدا. هي بس الاسم بيخوف، بس دي حاجة ضروري قوي انه عدم ارهاق للطفل، بلس ان هو بيحصل له حاجه سايكولوجيكال تروما، انه لا ده هيديني، ده دكتور وحش، ده هيديني حقنه. لما بيحصل له ده كتير هو بيبقى نفسيا رافض الدكتور اصلا. صح صح صح، بس معاك. فدي حاجه بتخلينا نتفادى كل ده. طيب قولي لي حاجه تانية، امتى بتضطروا تخلعوا سمنه لبنيه؟ بصي، لو الوضع وصل لفين؟ الخلع ان جنرال يعني حل سيء، ولكن في حالات بتحصل بتخلينا مضطرين ان احنا نخلع. اولهم مثلا ان السنه دي تكون اتدمرت لحد مستوى العظم، خلاص هي بقى فاضل منها الجذور. وده بيوصل لايه؟ الاهمال من دم، ممكن من التسويس. طبعا اهمال. طبعا. دي اول حاجه. تاني حاجه ان السنه تكون اتكسرت خلاص، يعني تحت برضو مستوى العظم، فهعمل ايه؟ حته منها طارت وتحت العظم، خلاص هتتخلع. سنه عملت خراج والخراج اكل العظم اللي حواليها، برضو هبقى مضطره ان انا اشيلها. دي حاجة تانية. حاجة تانية، لو السنة الدايمة جت ابتدت خلاص عايزة تطلع ومعادها جه، والسنة اللبنية جدرها ما اتاكلش، فضلت ريتيند، احنا محتاجين نشيل السنة اللبنية دي عشان السنة الدايمة تاخد وضعها. اوكي. بس فدي الحالات اللي بنحتاج نخلع فعلا فيها. طيب لما بتخلعوا بتسيبوا الطفل من غير سنة؟ يمكن السنة دي المفروض تطلع بعد مثلا سنتين او ثلاثة. هل في اي بريكوشنز بتعملوها بحيث انها ما تأثرش على اللي جنبها، ما تعوكش اللي جنبها؟ فاهمة قصدي؟ مكان فاضي. بصي، احنا عندنا السنة اللبنية اللي بنخلعها بنقيم السنة الدايمة اللي تحتيها، هل هي خلاص على وشك الطلوع، ما عادش فوقيها عظم محتاجة تشقه عشان تطلع؟ لو كده خلاص بنسيب الدنيا. أوكي. خلاص الدايمة هتطلع. لكن لو زي ما حضرتك بتقولي ان ناقص سنتين، طيب سنتين ده كتير، السنان الوضع بتاعها هيميل زي ما هو باين في الصور. ممكن نشوف الصورة؟ تمام. السنان هتبتدي تميل، فلازم بلبس زي خاتم كده للأسنان اللي موجودة في مكان قبل مكان الخلع،
وعلشان خاطر تحافظ على المسافه دي لحد ما السنه الدايمه لتحت تبتدي تشق وتطلع. لا لا مش فاهمه ازاي يعني الصوره دي اهي موضحه السنتين دول في بينهم سنه اتخلعت. لو احنا ما عملناش حافظ مسافه السنتين دول هيميلوا على بعض يقفلوا المكان. لما يقفلوا المكان السنه الدايمه اللي بتتكون تحت في العضل مش هتطلع. مش هتطلع صح، هتتحبس بالظبط. فعلشان نتفادى الموضوع ده بنعمل سبيس مينتينر. طيب لما تتحبس هتطلع في مكان تاني يعني فاهمه؟ يا تطلع في مكان تاني يا ما تطلعش خالص. أوكي. والحالتين سيئين. والحالتين سيئين. اوكي. هو الرابر ده اوكي. بالظبط. طيب قولي لي حاجه، دلوقتي في اطفال بيبداوا يكبروا واسنانهم يا اما بنلاقيها راكبه فوق بعض يا اما يعني اللي هو جزئيه التقويم، بس قبل ما عايزه اتكلم معاكي على التقويم، هل لو انا اعتنيت بالاطفال من هم صغيرين وتشيك اب على طول اقدر اتفادى، او في حاجات من هم صغيرين سوري اقدر اعملها عشان اتجنب التقويم ده خالص ولا غصب عني؟ موضوع التقويم مش هيبقى بايدي، يعني غصب عنك. في طفل بيبقى الفكي بتاعه صغير واسنانه مثلا كبيره، ده لازم هيطلع كراودنج، لازم السنين هيبقى زحمه. حتى لو انتوا خلعت لهم اسنان فاديت لهم مساحه؟ بصي انا بفتي بقى. لا يعني فاهمه تدي لهم مساحه؟ لا للاسف احنا عشان كده محتاجين تشيك اب على طول. الدكتور يبقى متابع، لان عند سن 9 سنين بيبتدي دكتور التقويم ياخد قرار انه هيتدخل ولا لا، وكل ما يتدخل بدري كل ما يكون احسن للطفل. اوكي. بس فعشان كده محتاجين. لكن حتى لو اعتنينا عملنا حاجه بتبقى خارجه عن ارادتنا. طبعا. طيب لو قررنا ان احنا نعمل التقويم هل اوقات كتيره بتحتاجوا تخلعوا دروس ولا لا؟ طبعا، لان ساعات بتبقي محتاجه تاخدي سبيس معين عشان خاطر تعرفي ترجعي مثلا سنين او توسعي او تعملي. فدكتور التقويم بقى المتخصص هو بيبقى عارف اللي يتشال، بيبقى دارس كويس المسافه والحاجات دي كلها. طيب قولي لي حاجه، طبعا الاطفال دلوقتي وبالذات الجيل اللي طالع مش عايزين اي بريسز وعايزين يبقوا حلوين من هم عندهم 10 سنين. هل في حاجات جديده بقى ما تبينش اصلا ان عارف البريسز القديمه خالص والحاجات دي؟ هل في حاجات تكنولوجي جديده نزلت ان انا ما بانش ان انا لابسه بريسز اصلا؟ شور في هو اسمه انفيزبل اصلا. انفيزبل يس، هو مجرد حاجه شفافه بتتلبس ومش تبقى ملحوظه قوي للعين. فدي حاجه بتريح الاطفال من فكره ان في سلك حديد محطوط في بقي والناس بتتريق عليا وكده. ففي طبعا. ودلوقتي هل الـ هل 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 التايمينج بيتحدد على حسب حالتك صح؟ طبعا شو. بس إيه اكتر حاجه في الوجود ممكن تبقى قد ايه؟ لا للاسف ما اقدرش اجاوب على دي. ما تقدرش. لا دكتور التقويم حسب الحاله وحسب المسافات وبيشد قد ايه والفورسز، قصه كبيره عمرها ما تتحدد كده. طيب نصايحك ايه في الاخر كده لكل ام؟ يعني انت اديتي لنا بجد تيبس متهيألي كل ام فعلا تعمل باللي الدكتوره قالت عليها، بس ادي لنا تيبس جنرال كده ازاي. أوكي. نحافظ على اسنان الاطفال. ماشي، خلينا متفقين ان احنا عمرنا ما نقدر نمنعهم من السكريات والشوكليت والحاجات دي، بس نقدر ان احنا ما نسيبش حاجه لازقه على سطح الاسنان. خليهم يشربوا ميه كتير حتى بعديها يمضمضوا، حتى لو مش هنغسل اسناننا لو احنا بره البيت. تاني حاجه بلاش صودا. صودا حاجه سيئه جدا بتدوب الاسنان. بالظبط. صودا لا صعبه جدا. موضوع ان احنا ننام واللبن يعني ده خلاص بجد سيء جدا. ناكل الفاكهه ان احنا نقطم، ان هو يقطم ده بينظف اصلا سطح السنه حد ذاته وبيقوي عنده الفك، يعني دي بتبقى حاجه حلوه ليه. اوكي. بس وحاجات ناتشرال اكيد احسن من الحاجات الشجري. ونعلمهم اكيد يا دكتور ان هم ياخدوا عاده ان هم حتى يغسلوا اسنان مرتين ولا 3 في اليوم مفضل؟ بصي هو المفضل الطبيعي ان احنا بعد اي اكل عمرنا ما نسيب بقايا ونغسل، بس طبعا كطفل مستحيل خلينا صراحه. فحلو قوي مره الصبح ومره بالليل. وان هم ياخدوا العاده دي عشان يستمروا بيها وهم بيكبروا، يعني واحد استحاله ما يغسلش اسنانه لان خلاص يحس ان في حاجه غلط، فاهمه قصدي ايه؟ طبعا. عموما دكتور بجد ميرسي جدا على التبس وعلى المعلومات دي، بجد نورتيني يا دكتور. ميرسي حضرتك. شكرا. هنروح لفاصل نرجع لكم تاني على طول.